اسمي محمد حسن عبد الله من محافظة كركوك قضاء الحويجة قرية الخان. كنت أعمل منتسب في الشرطة في مديرية شرطة الحويجة، وقاموا بتعذيبنا أشد أنواع التعذيب، الكهرباء، وكانوا يضعون أكياس من النايلون في رؤوسنا بهذا الشكل ويعصبونها حتى تكاد تفارق الحياة، ثم يفيقونك بواسطة الكهرباء. كان يدخل علينا مسؤول الأمنية يرتدي الحزام الناسف ويقول بأنه إذا كان غذاء تغذيتك جيدة في هذا اليوم فتعذيبك يكون جيد بنفس الصورة وبنفس الطريقة. وكانوا يعاملنا بقسوة، كانوا يعذبوننا بواسطة الكابلات، الإعدامات تقريبا يومية، يأخذون واحد أو اثنان أو ثلاثة أربعة أشخاص. وفي آخر ليلة كنا ندعو، كل يوم كنا ندعو الله أنه يتم إنقاذنا أو إخلاء سبيلنا، حتى تفاجأنا بدخول القوات الأمريكية وقوات جهاز مكافحة الإرهاب لإقليم كردستان إلينا، وقاموا بالقضاء على المسلحين الإرهابيين وإخلاء سبيلنا بالكامل أنا وإخوتي الأربعة. لهذا أتوجه بالشكر الجزيل لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان وقوات الأمريكية، والفضل والشكر الجزيل للأب الرئيس القائد مسعود بارزاني، الذي يعني هو شخص ليس بجديد عليه هذا الكرم وهذا البذل وهذا العطاء. هو أب لنا وقائد لنا ومنقذنا بعد الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد محمود مصطفى من ناحية الملتقى قرية كواز عرب. أنا اعتقلت 5 مرات لقوات داعش، فأخذوني كل مرة 19 يوم 15 يوم 4 أيام. آخر مرة صار لي 3 أشهر، إجت قوات التحالف والقوات البيشمركة لإقليم كردستان وحررونا، والحمد لله والشكر والفضل لله. فكانوا يجوني علينا يأخذنا للتحقيق، يشد عيونك ويشد يديك فيكلبشك، يطلعك للتحقيق، يرش عليك مي. أول شيء هذا يسوي يرش عليك مي ويقوم ينتلبيك بالكهرباء، ألا تعترف أنت وين منتمي. فما تعترف هو يظل يقتلبيك، تعترف أنت مصيرك الموت. فإحنا كنا نقاوم القتل والتعذيب مالهم، أكياس يخلي ويخنقك ومن تموت تنطرح تماما يحيك بالكهرباء، يحيك لو من رقبتك لو من خشمك منه يحيك. فمن يحيك من النوب يكرر عليك الأسئلة، ما تجاوب كذلك هم نفس التعذيب ونفس ذا. فكان أنا وأخوتي كنا يعني أكثريتنا من كانوا محجوزين، يعني شافوا نوع التعذيب، شافوا نوع القتل، يعني يطلعون يومية 5 6 4 يطلعونهم، نسمع إطلاقات نارية أنهم عدموهم يعني. فآخر شيء يعني جابوا النساء، نساءهم أنا 4 و3 جابوهن، وحدة شايلة جاهلية صرخ يعني طفل، فمن طلعوها تبكي وتصيح لكون ان انت تعبرين انت تداومين، او انت مثل ما يقول انت شغله مثل ما يقول مو تشتغلين شغله مو زينه، فيتهمون اتهامات كلها باطله، يعرضونك على القاضي الباطل. القاضي الباطل راح يقبل يحكم عليك اعدام او اعاده تحقيق. من يصير اعاده تحقيق يعني يعيد عليك القتل كله اللي انشتلته النوب تنشتله. فالحمد لله والشكر إن شاء الله، لحين ما اجت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، قوات البيشمركة والقوات التحالف، وانقذونا من عدهم والحمد لله والشكر. حسن حسين محمد من قضاء الحويجة. اعتقلتني قوات داعش الإرهابية قبل 5 أشهر إلى جهة مجهولة. خلال هذه الأشهر الـ5
ما شفنا ضوء الشمس نهائيا. المعاملة كانت قاسية جدا، أنواع التعذيب، حتى بالتعذيب أيضا بالسلاح، يخلون السلاح فوق الرؤوس ويعني يقول لك راح أعدمك إذا ما تعترف. فأغلب الناس تعترف من التعذيب، لذلك كثير ناس انعدموا 2، 3، 1، 4، 5 ونسمع أطلاقات نارية، فأكيد يعدمونهم لأنه ما يرجعون لأهلهم. نهائيا أهلنا ما يدرون بينا نهائيا أنه إحنا أحياء أو أموات. السلام عليكم، أقدم نفسي المنتسب شرطة سعد خلف علي فراج، مديرة الحوجة مركز شرطة الماحوز. اعتقلوني الدواعش مرتين، مرة قبل 7 أشهر، أخذوني 20 يوم. أنواع التعذيب، نتيل، تشياس، كيوبالات، جلد، شفت أنواع، بل كهرباء يرد علي مي ألا أنتهي، ويمتلوني أقعد من فشوفون أنواع التعذيب، كل التعذيب يعني ما حد شايفه، أي يمكن أي بشر ما شايفه. أخذوا أخوي ضابط ذبحوه وانطوني بس الأشياء مالته راسه، وما انطوني يدفع. يقولون أنت وفلان وفلان أنتوا 4 أشخاص، التنفيذ مالكم الصبح، اكتبوا رسائل لأهلكم، يعني وصية لأهلكم، لا تعدكم وصية شيء. فجعد بالوحدة ونص أنا جعد أكتب بالرسالة أخليها عند المساجين، أي واحد يطلع يوصلها لأهلي. فبالثنتين ضبط نزلت علينا قوات والقوات الأمريكية، نزلوا علينا وانقذونا من دول الدواعش. احنا أوجه رسالة لأهلي إني أنا بقليم كردستان و يعني أوجه رسالة لأهلي إننا بقليم كردستان وتعاونهم حال زين معنا، وإن شاء الله إحنا بخير وسلامة ونرجع لأهلنا بأقرب وقت إن شاء الله. شعورنا يعني ما توصف أبد، يعني أنا أصبح ميت والله سهل علينا جهاز مكافحة الإرهاب إقليم كردستان وقوات الأمريكية، وشكر جزيل يعني للأبونا والقائد مانا مسعود برزاني، شكرا جزيلا، وهذا اللي أقدر عليه بعد ما أقدر. أني إبراهيم حسين أبوك، قضاء الحويجة قرية صفيرة علي عشيرة الدناديش، أسلم على أهلي من قرية صفيرة علي عشيرة الدناديش أني بكردستان بخير والحمد لله والشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، إني فارس حسين عبد الله، بحقر التعذيب. مسلم يصير ولا على كافر يصير ولا على، والله العظيم أحسن منهم، ماكو مسلم يسوي مسلم على شنو التعامل. لازم تخابر، انت تروح تخابر على القوات الامنيه، تروح تخابر على الشايس، تروح تخابر الا تطلع لنا واحد، لازم تطلع هذا تقول انا لازم انا شنت اشتغل وياهم. فاحنا كنا معدومين، والله سبحانه وتعالى من عنده نزل لنا قوات من الله سبحانه وتعالى، نزلت علينا شالتنا وجابتنا لكردستان. انا صايب عبد الله مساهر عبد الله صالح الجبوري من محافظه كركوك قضاء الحويجه ناحيه العباسي قريه حوض سته. قاموا باعتقالي تنظيم داعش لأني أرسلت وثيقة للتطوع إلى وزارة الدفاع، فأخبروني بأن يوم الخميس أو يوم الجمعة سوف يكون إعدامك. يقومون بأخذ مجموعات قبل أيام أو بعد ما أخذوني بأيام إعدامهم 3 أو 4، يأخذون 4 أشخاص كل يومين أو 3 يقومون بإعدامهم. نسمع الإطلاقات النارية، فكانت حفارة تحفر وهم يدفنون وراني بنفس المكان مالنا، والحمد لله والشكر تم مجهود كبير من قوات مكافحة الإرهاب في أقليم كردستان العراق والقوات الأمريكية بإنزال جوي على مقر ما يسمى بالأمنية لتنظيم داعش في قضاء الحويجة، وتم تحرير جميع السجناء. أكرم حسين محمد ظاهر من محافظة كركوك قضاء الحويجة قرية الحلاوة، لزمونا تنظيم داعش المجرم بمنطقة جبل حمرين. يومية هذا التعذيب ماشي يومية. أجى القاضي، قدموني على القاضي، القاضي قالهم إعادة تحقيق النوب. إعادة تحقيق شنو؟ هم نفس الكتل نفس التحقيق نفس الشيء، أنت تريد تروح تداوم وأنت عندك باج وأنت نفس الأسئلة كلها، ويعيدون نفس الكتل يومية. هذا حتى إذا تريد تأكل شوف رجلي مرمى، حتى ما يدور ظهري راسي حتى كسروا لي سني. آخر شيء بصمت على الإعدام، قالوا لي أنت معدوم يعني تشاهد على نفسك، يسحب المسدس يخليه براسي يقول لي تشاهد على نفسك راح أعدمك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مني حسين علي محمود أحمد الحمداني، قضاء الحويجة قرية نجار ثاني. اعتقل ثاني من قبل داعش قبل سنة وشهرين، اعتقلوني كأني منتسب وأخوي عضو مجلس في قضاء الحويجة. اعتقلوني حق قوية، عذبوني يعني حلقوني فلقة من 8 لحد 2:30 بالليل، 20 يوم أنا ما أقدر أمشي. جابوني بالبيت، أخذوا أموالنا كلها، وأخوتي انهزموا هسع بالدبس ساكنين، واعتقلونا وعذبونا كثير وما خلوا أموالنا كلها، أخذوها لحد ما جت القوات الأمريكية وقوات مكافحة الإرهاب لإقليم كردستان، ونشكرهم جزيل الشكر اللي انقذونا من داعش. اسمي محمد عبد أحمد الجبوري، محافظة كركوك، قضاء الحويجة، ناحية العباسي، قرية تل الذهب. متزوج، عندي 5 أطفال، 2 بنت و3 أولاد. والله العظيم أسوفكم سالفة وما غبيها الإعلام ولا غبيها الأشي. والله العظيم أني جهالي جوعانين يقولوا لي يا بي جوعان، تروح تجيب زوجتي تجيب شعرية هذه، تحط بالمي وتنقعه وتنطيهم إياه يتعشون للصبح. بنتي تروح تجيب لبن من خوالها أو من همين، ماكو، جوع ضيم. يعني تصوروا انتوا، اني سنة و6 أشهر لا عندي فلس، لا عندي اشتهر ولا شيء، يقول لي اروح اقول له جوعان، يقول ليش ما تجي تبايعني، تعال بايعني وروح قاتل ربعك، انا اروح قاتل المرتدين وانطيك 60,000 وانطيك قنينة غاز وانطيك نفط وانطيك. زين اني اروح اقتل اخويا المسلم، زين هذا المسلم اقتله، مو عنده عيلة؟ يوم ينزل مجاز مو أطفاله ينتظرونه؟ مو زوجته تنتظره؟ يوم أنا قتله والمغرب يوم تنتظر نزوله مثلا بالخميس أو الجمعة أو السبت، ما زوجته تنتظره؟ ما تقول يوم ما يجي يوم يجيها أنا قاتله، لا ملفوف بعلم. زين أنا شنو ذنبي؟ وين أروح من الله سبحانه وتعالى؟ وين أروح يوم أقتل أخوتي؟ أنا مستعدين، أنا وأخوتي كلهم يسمعوني وكلهم رافعين يديهم، جنود وخدام لاقليم كردستان، انا مستعد بروحي، انا انعدمت. فالله ثم ابونا مسعود برزاني، ونقول له ابونا مسعود برزاني، كاك مسعود برزاني ابونا ولي امرنا، والله انا مستعد، والله خليني عيش مام مسعود. بس هذه كلها داخل دورات عسكريه، كلهم عسكريين داخلين على M4 وعلى M16 والهاون، وكلهم درع وكلهم يعرفون بالقتال وكلنا متمرسين على القتال. جيبونا حطونا وين ما تحطونا، خلونا بالمتقدم بأي منطقة تريدونها. والله أروح في دول الوطن، في دول إقليم كردستان، هذا من يعني عانوا علي وقلبوا علي، أنا ما خدموه؟ لإمتى هذا الذل؟ تقبلون بالذل؟ تقبلون بالإهانة؟ تقبلون كل واحد من زوج اثنين يأخذون مرة من نسوانه ياخذونها ليجي مهاجر؟ تصوروا هالدرجه هذا وصلت، من زوج اثنين ياخذ من عندك وحده هذا والله جاء مهاجر. اكو بدين هالشكل؟ اكو هالشي يصير؟ 4 ياخذون 3، هذا هو. ترضى ما ترضى الموت، والحمد لله.